صباح الخير مشاهدينا الكرام، وبنبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح. وزي ما احنا شفنا في المقتطع الصوتي السابق، يعني صراحة عندنا نموذج فريد، نموذج متميز يبعث على التفاؤل، على الأمل في الحقيقة، على الإصرار، على التحدي، على العزيمة. يعني بالفعل لو قرينا القصة بتاع يعني الأستاذ مايكل حداد، يعني وراء كتير وكتير وكتير من يعني القصص الجميلة والنماذج الطيبة بالفعل، والقدرة على التحدي وعدم الاستسلام للإعاقة. يعني لو من عنده 6 سنين تقريبا وهو عنده بعض المشاكل الصحية اللي أثرت عليه، لكن هو ما استسلمش لهذا الأمر، كمل تعليمه، تحدى هذه الظروف، حقق كثير من الإنجازات، استطاع أن يكون سفير لبرنامج التغيرات المناخية في الأمم المتحدة. يعني يواصل هذه المسيرة بمجموعة من التحدي، صعد أعلى قمة موجودة في المشرق العربي هي قمة القرنة في لبنان بالطبع، وأيضا قام بمجموعة من الرحلات سواء في الغابات، وأيضا يستعد لرحلة أخرى في القطب الشمالي للتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على العالم في الحقيقة. أيضا سيشارك في يعني مسيرة أمام سفح الأهرامات، حوالين أيضا دعم وإدماج أصحاب ذوي الهمم، وليس ذوي الإعاقة، ما بحبش أقولها صراحة، يعني هم ذوي الهمم، لديهم قدرة كبيرة على التحدي، لديهم كثير من الإمكانيات الكامنة في الحقيقة لتستحق الإشادة، تستحق الدعم. وبالتالي النهارده يعني هنتكلم عن هذا النموذج. احنا لو قعدنا نتكلم حلقات وحلقات لن نوفي حقه في الحقيقه وهذه الجهود المبذوله. اختار القاهره حتى يقوم بالتوعيه برحلته الجديده وتاثيرات التغيرات المناخيه على العالم. اختار القاهره كي تكون منبر لاطلاق هذه الدعوه، يعني والدور العربي بالطبع المشارك في هذه العمليه. دعني ارحب بك استاذ مكي في البدايه، واهلا بك في بلدك الثاني يعني عموما، يعني ويعني بنشكر حضرتك طبعا على هذه الجهود ويعني التحدي الكبير والاراده والعزيمه والعلم اللي انت بتتمتع بيه كمان. يعني برحب بحضرتك في البدايه. اول شيء بدي اقول لك بونجور وصباح الخير من مصر ام الدنيا. انا عندي الشرف الكبير انه اكون اليوم موجود هون بين اهلي، عم بحكي قدام هذا الشعب العربي العظيم، وقدام لانه كل كلمه بنعملها من مصر وكل خطوة بنعملها من مصر، مش بس عم نعملها ضمن الحدود المصرية، عم نعملها للعالم العربي كله وللعالم كله سوا. لأنه وقتها نخطي خطوة لقدام بهالنقطة من العالم، عم نخطي خطوة كبيرة بقلب العالم كله. شو رأيك يا دكتور؟ يلا أقدم كمان معنا الدكتور علاء الدين بلبع، وهو عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة النهضة، وأيضا مؤسس مشروع لا للإعاقة التابع لجامعة القاهرة. برحب بحضرتك دكتور علاء. يعني اسمح لنا اللي احنا نبدأ مع الأستاذ مايكل، وطبعا يعني رسالة قوية ورسالة مهمة في الحقيقة، عدم الاستسلام ل يعني الإعاقة، تحدي هذه الظروف. الإعاقة ربما تكون في المجتمع، في الفكر، لكن طالما وجدت الإرادة والعزيمة الأمر بيختلف. يعني تحكي لنا أهمية هذا الأمر وأنت إزاي تعاملت معاه. لك أنا بعمر 6 سنين صار معي حادث جيتسكي، هذه الآلة اللي بقلب البحر دارت معي بالغلط، وصرت مشلول من الصدر ونازل. كيف انا بوقف او كيف قاعد؟ بلبس جهاز تقويمي بيلقطني بهيدي البوستشر، بهيدي الوضعيه. كيف بقدر امشي؟ بحمل حالي كل خطوه ورا خطوه. بس الفكره من ورا كل هذا الموضوع انه من شخص انصاب بالشلل من الصدر ونازل، اكتشف طريقه يقدر يوقف، اكتشف طريقه يقدر يحرك جسمه. شو معناتها هيدي وهون دكتور بلبع كمان هنرجع لدكتور بلبع العلمي. قدرة الإنسان وقدرة عقل الإنسان إنه يتكيف مع الواقع. اليوم أنا بمشيتني كشخص مايكل حداد عم بقول للعالم، أول شيء الإعاقة هي نفسية تفكير، مش مهم تكون جسدية. هي في كتير ناس عندهم أجسام طبيعية وقوية وبتعاني من مشاكل. سو الإعاقة هي نفسية تفكير، نحن منقرر نكون منغلقين أو نحن منقرر نشتغل على حالنا ونخطي خطوات لقدام. أنا بحالتي تحديت وضعي، كسرت الحواجز، عملت خطوات مختلفة، وبنفس الوقت لأني توصلت بهالمرحلة دمجت المجتمع العلمي تنكتشف طريقة نعطي علمية نعطيها للغير. واهم هو الطريقتين
قوة عقل الإنسان تيتأقلم اللي هي called neuro modulation بالدماغ، وبحالتي تعمل شغلتين، تخطي الإعاقة وتعطي high performance يعني رياضة كاملة. تمام. لأن الطريقة اللي أنا بمشي فيها الكيلومترات هدول والألوف الخطوات تختص بمجال الرياضة. تمام. وشغلة ثالثة هي to develop exoskeleton technology، نطور الأجهزة التقويمية ونعطيها للغير. تمام، يعني ده الموضوع يعني له أبعاد كبيرة بقى يا دكتور. يمكن يعني الأستاذ مايكل يعني بالفعل يمكن حلقة فريدة في القصة دي موجودة، يمكن يعني أنت حضرتك يعني كمتخصص في العلاج الطبيعي يعني تتعاملوا مع الحالات الفريدة اللي من نوعها دي إزاي، وإزاي هو بالفعل استطاع التغلب على هذه الإعاقة وحقق هذه الإنجازات والنجاحات في الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا تعرفت على مايكل كان عندي مؤتمر في لبنان من زمان، وأنا بدعو للمشروع اللي بنعمله في جامعة القاهرة هنا، مشروع لا إعاقة، وكنت بشرح المشروع في المؤتمر في لبنان، وبعدين شفت مايكل وشفت الفيديو بتاعه وهو بيتسلق صخرة الروشة في لبنان، فالتقيت أنا هو في النقطة دي. يعني هو عايز يوصل رسالة إن ما فيش حاجة تعوق الإنسان من إن هو يوصل اللي هو عايزه، حتى لو كانت إعاقة في الحركة هو بيقدر يتخطى كل الحواجز دي عشان يوصل اللي هو عايزه. كم الطاقة الإيجابية اللي عند مايكل وحماسه الشديد، مش عشان يوصل هو الحاجة، عشان يوصل المعلومة دي لكل الناس في كل العالم، بيبعت بها رسائل، تلاقت مع الفكرة بتاعتي لإنشاء مركز للعلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع مش لعزلهم عن المجتمع. أكيد. للأسف الشديد يمكن الفيديو اللي احنا شفناه في الأول اللي عرضه مايكل، وأنا برضو ده اللي بيعجبني فيه، هو تعمد يمشي في لبنان بعد الدمار اللي حصل فيها، عايز يثبت للناس ان هو قادر يمشي في هذا المكان، وعايز يوصل رسالة للناس ان بيه وبينا كلنا هنبني لبنان عشان ترجع تاني زي الاول. هو ده مايكل حداد، هو ما بيعملش حاجة لنفسه، هو بيعمل رسائل عشان يوصلها للناس، يوصلها لذوي الإعاقة ان هم قادرين، واحنا كلنا عندنا ثقة فيهم وكلنا عندنا ثقة في قدراتهم. والحقيقة المبادرة اللي جاي بيعملها في مصر هنا في منتهى الجمال، فيها لمسة ذكاء قوية جدا من مايكل حداد ان هو يمشي على سفح الهرم، بيستغل الشهرة العالمية للهرم عشان يوصل لذوي الإعاقة ان هو ماشي على سفح الهرم. والحقيقة برضو من السادة المسؤولين اللي مايكل حداد هيتكلم عليهم برضو لمسة ذكية جدا، ان مايكل حداد لما يمشي على سفح الهرم دي تنشيط للعملية السياحية تانية، ولا سيما على بديات فتح المتحف الجديد في المنطقة بتاعة الاهرامات. فالحقيقة الايفنت اللي جاي ده يعني لقى ما شاء الله اهداف متلاقية من جميع الاطراف. طيب انت كده بتجر لنا على الايفنت على طول نتكلم على يعني المقرر بكره يعني ان شاء الله باذن الله يعني عند سفح الاهرامات وادماج الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني اهميه هذا الامر والفكره اللي انت حابب توصلها من خلال هذا او من خلال هذه المشاركه والدعم اللي انت لقيته بالفعل من جانب الوزارات المعنيه بهذا الامر. اول شيء بدي نبه على نقطه كثير مهمه، اليوم انا وجودي هون مش كشخص، اسمي مايكل حداد جاي من لبنان فقط، بس كشخص كسفير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عم بيوصل هذا المساج والدعم الأممي الحلو لهالبلد العظيم. وأكثر من هيك أنا بدي حيي قيادة هذا البلد ورؤية البلد، ومثل ما قال دكتور بلبع الكلام الحلو الكتير كتير حلو هي الرسالة من مصر إلى العالم، وخاصة هذه الرسالة جسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس بأول بشغلتين كتير مهمين. أول شغلة اللي هي إعلان سنة 2018 يعني شوي قبل كوفيد السنة تبع الأشخاص ذوي الإعاقة، وشغلة تانية ونحن المسيرة اللي عم نعملها بمصر، وكمان بدي أشكر كتير وزير الشباب والرياضه اللي هو دعانا نمشي فيها كبرنامج امم متحده واليو ان ايجنسيز الموجودين نحن معنا، وايضا كمان سفير السياحه دكتور خالد العناني اللي دعانا كمان نكون على سفح الهرم. بس اذا بتسمح لي وضح الفكره. تفضل. اليوم تحت رايه قادرين باختلاف نحن كلنا عم نمشي،
مصر عطيت رؤية انه نحن ما بدنا نهمش ولا شخص بشعبنا. في مجموعة من الاشخاص 1 على 7، يعني اذا شوي صغيرة منفكر بالرقم اكتر من 12 مليون. هالمجموعة بدنا نحن ندمجها بالمجتمع. وتخيل انت بس وقتا نحكي نحن عم ندمج اشخاص ذوي الاعاقة بمصر قديش رح تكون رسالة قوية للعالم. يعني مصر مش بس رسالة للمصريين، رسالة للأمة العربية كلها وللعالم. وأكثر من هيك نحن عم ندوي على الأسيستيف تكنولوجيز أور التقنيات المساعدة أور التكنولوجيا المساعدة. اشرح شوي صغيرة عنا إذا بتسمح. تفضل. نحن كلنا عنا بيسيات وسلوليرات وموبايلز من القطن بتعيين لحياتنا، هذه تقنية مساعدة. بس اليوم في تقنيات مساعدة بالتكنولوجي بتخلي هول الاشخاص الاشخاص ذوي الاعاقه اللي انا واحد منهم يندمجوا بالمجتمع ويصيروا فعالين بالمجتمع، وخاصه يكونوا رياضيين ويشاركوا بالرياضه. واكثر من هيك واعظم من هيك، وهذه رساله للعالم اللي عم نحملها، بمجرد مسيرتنا نحن على الحلم، وبدي ارجع شدد واشكر كل القيمين على هذا الموضوع من الاشخاص باليو ان دي بي، من وزاره السياحه ومن وزاره الرياضه، وخاصه تحت البانر تبع الرئيس السيسي، انه نحن عم نطلق خطوه جديده اللي هي دمج وتاهيل البنيه السياحيه تبع مصر. وعم نوصل رساله كتير قويه انه اليوم نحن بعد كوفيد 19 هو عصر التكنولوجيا. نحن بقلب عصر التكنولوجيا، نحن عم نفتح هذا البلد للكل، ونحن بدنا ندعي كل السياح اللي بالعالم اللي حابين يشوفوا هذا البلد يكونوا جزء منه، خاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من السياحة للرياضة للتكنولوجي للأكسسيبيليتي ولكل شيء. يعني ما بعرف إذا قدرت لخصها. هي رسالة متعددة دكتور فعلا، يعني بتجمع بين مجموعة من الأفكار الجميلة بالفعل اللي لابد اللي احنا بنسلط عليها الضوء في هذا الحدث، اللي أنت بتجمع فيها مجموعة من الأشخاص يعني ذوي الهمم لديهم القدرة على الإرادة والاتحاد، وبتسلط الضوء برضو على المقاومات السياحية اللي موجودة داخل الدولة المصرية من خلال هذه الفعاليات بالزبط. من خلال هذه الأحداث ويمكن يعني مراعاة هذا الأمر في فكرة هذا الفعالية أو فكرة هذه الفعالية من إدماج ذوي الإعاقة. نعم، هي يمكن مايكل يعني أشار ليه السيد أستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الدولة للشباب والرياضة. ليه؟ لأن دكتور أشرف صبحي هو مسؤول مش بس عن الشباب، هو مسؤول كمان عن الرياضة في الدولة، وجزء كبير من الشباب زي ما قال مايكل، احنا عندنا حوالي 12 من 11 ل 13% من ذوي الإعاقة، ففي من الشباب كمان من ذوي الإعاقة. فعشان كده الدكتور أشرف صبحي مهتم جدا بالتواجد في الإيفنت ده عشان يبين للشباب كلهم اللي هم حصلت لهم مشاكل صحية ان هم قادرون على ان هم يعملوا المستحيل زي ما مايكل حداد عمل. ونفس الحكاية دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رحب بالفكرة أي انها تبقى على سفح الهرم، زي ما بقولت في بداية الحلقة كنوع من الترويج للسياحة المصرية جامد قوي. الحقيقه الايفنت ان شاء الله رساله قويه قوي ودعايه جامده قوي للمؤتمر العالمي اللي هو قادرون باختلاف تحت رعايه دوله الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هيكون في يوم 24. دي دعايه للمؤتمر كمان اللي هيتعمل. زي ما قال مايكل، يمكن سياده الرئيس قال ان عام 18 هيكون عام المعوقين او ذوي الاعاقه، بس هو بدايه للاهتمام بذوي الاعاقه مش العام بس ده. فعشان كده الدوله بتراعي ذوي الاعاقه، وبنشوف المؤتمرات وندوات واتحط لهم بنود في الدستور. يمكن الدكتور حسام مساح كان ممثل لذوي الإعاقة في اللجنة 50 اللي حط بعض البنود لذوي الإعاقة في الدستور اللي احنا بنعمل بيه دلوقتي. تمام. طيب ارجع لمايكل تاني بقى، يعني خلينا نتكلم عن الرحلة اللي جاية قبل ما نرجع للي فاته. يعني الرحلة اللي جاية اللي انت برضو ليها هدف ورسالة، اللي هي فكرة التغيرات المناخية، ممكن دي أزمة بيعاني منها المجتمع أو العالم أجمع يعني في الحقيقة. يعني وكان في اختلافات بين الدول الكبرى في كيفيه التعامل مع هذه الظاهره، وكان في فشل لمؤتمر، يعني يمكن ان نقول انه فشل في مؤتمر باريس لهذا الامر. الفكره اللي احنا عايزين نسلط عليها الضوء بالفعل خطر هذه التغيرات المناخيه على الحياه البشريه بشكل عام، وانت اخترت كمان القطب الشمالي اللي انت تبدا فيه رحله وتسير لمسافه 100 كيلو متر تقريبا هناك. يعني الفكره ايه والرساله من وراء هذا الامر؟ سؤال كثير مهم.
بس نحن بنص أزمة كورونا إذا بنتذكر طلع الأمين العام للأمم المتحدة وقال إنه كورونا خطر عم يهدد البشرية، بس نحن قاعدين ببيوتنا وإلى نوعا ما عم نعرف نواجه الخطر. هذا الخطر بس اليوم الأرض عم تموت، واليوم خطر التغير المناخي بعده ماشي، والعزل اللي عمله العالم ما غير وما حسن بالانبعاثات الجرين هاوس الايفكتس اللي اثرت بالتغير المناخي. فقال حذاري انه نحن ما نتصرف وما نتحمل المسؤوليه وما ننسى هذا الخطر اللي عم بيواجهنا. واذا نحن وصلنا كبشر، لان اليوم خاصه كورونا برهن انه ما في حدود قدام البشر. اليوم نحن حاطين حواجز، نحن حاطين حدود، بس وقتها تضرب البانديميك أو وقتها تجينا المخاطر عم نواجهها كلنا سوا. تعلمنا من كورونا، بس اليوم بدنا نطلع على التغيير المناخي. اذا نحن وصلنا لنقطة اللا عودة بحرارة الارض، هنيك الكارثة على كل البشر. ما فينا نتخبى، ما فينا نجيب فاكسين، ما فينا نخلص حالنا. اليوم البيو دايفرسيتي عم تتأثر، القطب الشمالي عم بيدوب، علامات حقيقية انه التغير المناخي هو حقيقة، انه الارض عم تعلى حرارتها. شو معناتها الارض عم تعلى حرارتها؟ يعني الزراعة عم تتأثر، يعني الاكسجين عم يتأثر، يعني مستوى المي عم يلعب، يعني الطقس عم يتغير، كل عوامل عم تتأثر على البشر، وخاصة على الفئة الأضعف. ومن الفئة الأضعف هن الأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر الناس تتأثر من التغيرات المناخية اللي عم بتصير. فأنا وتحت راية الأمم المتحدة وبمجهود عالم كتير كبير عم باخد جسمي على هالنقطة من الأرض اللي هي تعتبر شيء مستحيل، عم نحط كل التكنولوجيا اللازمة كرمال تخليني أمشي بحرارة 30 ل 50 تحت الصفر على شقفة جليد مجلدة على بحر، تنفرجي انه هيدي الفئة من العالم راح تزول، القطب مزبوط عم يدوب. واذا نحن ما تصرفنا هلأ كاشخاص بقلب مجتمع بشري موسع، نحن بدنا نوصل لأيام صعبة كتير، وبدنا نرجي نطلع كلنا سوا على المستقبل اللي بده يشوفنا. تمام. بس باخر شغلة بعرف لا تفضل. لا تفضل. بس ما في شيء اسمه مستحيل للإنسان، نحن بإيدنا إنه نغير مستقبلنا إذا مزبوط فكرنا صح بطريقة صح، وكنا كلنا سوا تجاه هاي المخاطر فينا نغير. فينا نغير يا دكتور، يعني رسالة جميلة صراحة والله، يعني في الحقيقة وكلام جميل. يعني حتى هذه الحالة أو النموذج أو العاقة ربما اللي عند مايكل لن تعوق على الخطوة، يمكن تتطلب متطلبات كتيرة زي ما هو بيتكلم عليها، زي هو هيتعامل مع درجات حرارة منخفضة جدا مثلا ببعض المشاكل الصحية اللي هي موجودة عنده، وهي لا عنده إرادة وعنده تحدي. يعني صعوبة هذا الأمر كمان من الناحية الطبية، زي ممكن بالفعل يتم التعامل وقدرة على التحدي لهذا الأمر؟ طيب، هو مايكل يمكن إدى إجابة في بداية الحلقة ان العقل بيبتدي يهيئ نفسه للوضع الجديد بتاع الجسم. تمام. كويس، ويبتدي يلاقي البدائل، وده اللي استغله مايكل حداد في الحاله بتاعته. اوكي. يعني هو عنده عضلات بتشتغل، عضلات تانية ما بتشتغلش، فالعضلات اللي ما بتشتغلش موجوده على اطراف الرجلين اللي ما فيهاش عضلات. طب احنا نثبت الرجلين باجهزه ونستخدم العضلات اللي شغالة ان هي تحرك الاجهزة دي، وده اللي عمله بقى مايكل حداد. وده اللي احنا بنوصله للناس كلها. احنا عندنا الحقيقة في مصر زي ما قلت كتير من الاعاقات وممكن التغلب عليها، وفي كل حد من ذوي الاعاقة احنا ليه بنقول عنده قدرات خاصة. الحقيقة الدكتور حسام المساح قال لي الكلمة دي، ربنا سبحانه وتعالى هو ما سماش نفسه عادل، لا هو سمى نفسه العدل، هو العدل نفسه. فلو انتقص حاجة من حد عوضه عنها بحاجة تانية أكتر. تمام. أوكي. فزي ما حضرتك قلت، ذوي القدرات الخاصة احنا عايزين نطلع الطاقة الكامنة اللي فيهم ونوظفها، ومش بس هو اللي يستفيد بها. يعني مايكل حداد برضو من ضمن المزايا اللي فيه، هو ما استفادش بالطاقة اللي عنده دي لنفسه، هو هنا النهاردة عشان يوصلها للناس. كويس. فاحنا عايزين الطاقة دي يخدم بها المجتمع كله، وبدل ما يبقى عندنا
فرد مستنفذ لطاقات المجتمع، يبقى عندنا فرد دافع للضرائب زي ما بيسموه في امريكا تاكس بيبر. فدي الحقيقه برضو من ضمن الرسائل اللي مايكل بيوجهها، وده اللي احنا عايزين نعمله في مشروع لا اعاقه التابع لجامعه القاهره. طيب زي ما بدانا زي ما هنختم برضو مايكل، يعني انت بدات بتوجيه رساله جميله جدا للبنانيين في ظل الظروف اللي هي موجوده بالفعل، وطبعا يعني هي مشكله لينا كلنا على فكره الحقيقه، يعني مش لا تمثل لك، هي مشكله بتعبر عننا. ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على هذا الامر، ان ده حاجه برضو تخصنا احنا كمان كشعب مصري وكمجتمع عربي بشكل عام. يعني ايضا يمكن انت استغلت المقاومات الطبيعيه اللي موجوده في لبنان ايضا لبعث في رساله ويعني التاكيد على هذا الامر. يعني فكره جت لك ازاي مثلا احنا او المطلوب حاليا مثلا سواء عربيا سواء لبنانيا للم الشمل بالفعل والتغلب على التحديات اللي موجوده في داخل لبنان؟ لك المرحله اللي بعد كوفيد مش المرحله اللي قبل. اليوم نحن عم نوصل على عالم جديد، عالم مليء بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقميه، وصار كلنا عشنا فتره التواصل على الاونلاين بريزنس. سو اليوم نحن بعهد التطور مش التطور، واليوم كل الاقتصاديات الاقتصاد بالعالم كله، يعني الورلد ايكونوميز عم تنهض، والتكنولوجيا بدها تتصدر هذا الشيء. سو اقوى رساله بدنا نقولها من مصر انه من هالتكنولوجيا خلينا نحن نركز على التكنولوجيا المساعده، خلينا نطورها. بمصر في معامل، بمصر موجودة التكنولوجيا، بالعالم في ناس بدها تدعم هالتكنولوجيا، المجتمع الدولي عم يطلع هالتكنولوجيا، لأنه هالتكنولوجيا هي موجودة تتطور الفرد والإنسان. وأهم شغلة حد تطوير التكنولوجيا إنه كمان نطور الإنسان وندمجه بالعصر الجديد اللي بده يصير وبدنا نقدم عليه، مش بس لألنا، لأولادنا ولأولاد أولادنا. سو من هذا المنبر بالذات، من هذا الصباح الحلو، بدنا نوصل هسي الرسالة من مصر للمصريين ومن المصريين للعالم كله. طيب كلمة أخيرة بقى بنوجهها دكتور، عشان أنا يعني الوقت مضى سريعا، ويعني خلاص ما فضلناش إلا يعني حاجة بسيطة خالص جدا. يعني أنا طبعا بشكر مايكل حداد وجوده معانا والإيفنت اللي هو هيعمله، وبقول له مايكل احنا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله. احنا هو بيساعدني كتير عشان اتمم مشروع لا اعاقه، لان هي جامعه القاهره حقيقه خصصت لينا 17 فدان لبناء مركز العلاج الطبيعي والتاهيل، لكن لسه محتاجين الدعم من رئاسه الجمهوريه، ومحتاجين الدعم المؤسسي والشركات والبنوك يتكاتفوا معانا شويه عشان نقدر نحقق المشروع. وبشكر مايكل على الرسائل اللي هو بيوجهها للعالم لذوي الإعاقة، والإيفنت بتاع بكرة إن شاء الله إن شاء الله هيبقى مسمع دوليا إن شاء الله إن شاء الله. أنا بشكرك يا دكتور علاء الدين بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة النهضة، وأيضا يعني مؤسس مشروع لا إعاقة تابع لجامعة القاهرة. شكرا موصول طبعا ليك أستاذ مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الإقليمي للعمل المناخي في برنامج الأمم المتحدة، وقائد مسيرة يعني مصر لإدماج ذوي الإعاقة. هي بالفعل يعني رسالة تفاؤل وأمل على الصبح زي ما أنت بتقول، الصباح الجميل ده، وتشرفنا بحضرتك. بس بدنا إياك تمشي معنا، إن شاء الله قدام العالم كله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضرتك الدكتور. شكرا. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرة هذا الصباح ما زالت مستمرة معكم بعد هذه الوقفة الاقتصادية.